ماهر همام، نجم لا يشق له غبار، مدافع صلد كان بمثابة صمام الأمان في الخط الخلفي للأهلي. ماهر همام قيمة وقامة، هو واحد من كتيبة المدافعين عن النادي الأهلي. كثيراً ما تصدى لقذفات من قاعدة المنافسين، وكثيراً ما أنقذ الأهلي من طلقات المهاجمين ودافع عن القميص الأحمر في مواجهة هجوم كل الطامعين. إذا سألت عن الأدب ستجده في ماهر همام، وإذا تحدثت عن الأخلاق لديه منها الكثير. كان لاعباً موهوباً وملتزماً، ومن هنا حقق نجوميته. ما زال جمهور الأهلي يذكره في خط الدفاع بكل خير. نجح في أن يكون له مقعد وسط العمالقة بإصراره وموهبته وحبه الرهيب للفانيلة الحمراء. ماهر، وهو فعلاً لاعب ماهر في مركزه، ملك الفضاء، فلا يستطيع أحد منافسته في ذلك. طوال مسيرته لم يعرف غير التميز والإنجاز والبطولة. لو تكلمنا عن البطولات فقد حقق منها الكثير والكثير. الخلاصة أنه مدافع زي ما بيقول الكتاب. مرحبا بأمير مدافعي الأهلي، رحبوا معنا بالنجم الماهر الهمام في مواجهة المجري.